مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنكمل حلقتنا ومعادنا مع فقرة الحقيقة مميزة جدا، لأن موضوعها أعتقد لأول مرة الناس بتسمع عنه، فكرة الأشياء النادرة والقديمة واللي هي ليها قيمة مختلفة. مين اللي بيقيم هذه الأشياء؟ مين اللي يقول إن هي فعلا مميزة وإن هي لا شيء عادي ملهوش يعني قيمة مختلفة؟ وعلى أي أساس كمان بنقول إن هذا الشيء له قيمة؟ يعني هل لازم يكون مر عليه عدد سنوات معينة، ليه مواصفات معينة إن هو نادر الوجود فبالتالي قيمته بتزيد؟ أشياء محتاجين نتكلم عليها على مستوى بقى العملات، على مستوى الأشياء اللي اختفت من حوالينا، ومن هنا نروح لفكرة كمان التجارة اللي موجودة يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي، موجودة على المواقع حتى الخاصة بالتسويق. بتلاقي ناس منزلالك مجموعة من العملات، ربع جنيه قديم، مش عارفة شيلين أيا كان، وتقولك دول هباعهم ب5000 جنيه أو ب10000 جنيه. هل دي بقى تجارة الوهم، ولا فعلا الأشياء دي ليها قيمة فبالتالي بيستدعي إن احنا نقدرها بالشكل ده؟ النهاردة بيشرفنا يكون معانا الخبير المثمن الأستاذ عصام العشري. برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك. اولا تايتل او تعريف حضرتك جديد على ناس كتير، الخبير المثمن. اشرح لينا اكتر يا استاذ عصام، ايه هي وظيفه حضرتك وما المقصود بالخبير المثمن؟ الخبير المثمن في مصر هو بيقوم بتثمين كل ما هو قديم وانتيكس. بمعنى لو انا عندي حته قديمه مش عارف قيمتها التسويقية دلوقتي بكام، فبروح لخبير متمن بيعرفها، دي حتة فرنساوي، دي انجليزي، دي ايطالي، دي عمرها فوق كام سنة، ومن خلاله بيتمن القطعة اللي هي موجودة عند اللي عايز يبيعها او عايز يتمن قيمتها. طب اسمح لي اسأل حضرتك، حضرتك اكتسبت هذه الخبرات منين علشان تقدر تميز القطع دي ويبقى عندك القدرة على انك تقول دي ليها قيمة ودي ملهاش؟ انا قديم شوية فشفت الحاجات دي في بيوت وقصور وفلل، كانت بيعرضوها للبيع وبتنزل صلاة المزادات، ومن خلالها عرفت يعني ايه سفر، يعني ايه جاليه، يعني ايه ديجي، يعني ايه دومنانسي، يعني ايه لجرا. وعايز اقول لحضرتك، قصدي حضرتك ايه بقى بالكلام ده كله، احنا اول مره نسمعه حضرتك، عشان احنا نتكلم في الحاجات دي. دي لغه الانتيكات لغه عالميه. يعني ايه لغه عالميه؟ يعني لو انا قدامي واحد انجليزي ومعاه امريكي، واحد فرنساوي، واحد ايطالي، واقفين في صالة مزادات واحدة، ببيع قطعة واحدة مش هترجمها غير بلغة واحدة. هقول فاز سيف، هقول لغة مشتركة، يعني كل لغة عالمية. بمعنى ان اي حد في اي حتة في العالم كله ملهاش تغيير تاني، ملهاش مسمى تاني في بلد تانية. يعني كانت بلد من جنوب افريقيا، بلد من اسيا، بلد من اوروبا، هو السيف سيف، هو الجالي جالي، هو الديجي ديجي، هو الدومنانسي دومنانسي. طيب. الجرا لجرا، الكريستوف كريستوف، حاجات معروفة عالميا. فعشان كده أنا بقول لحضرتك إنها لغة عالمية، كله بيتكلم لغة واحدة. لو فصلت المزاد كلهم بيتكلموا لغة واحدة. احنا هنفسر طبعا الكلمات اللي حضرتك قلتها دي، لكن عايز أعداد كتير عشان نتكلم. نظرة حضرتك للأشياء، على أي أساس بتعرف إن الشيء ده له قيمة ومختلف؟ بتنظر لإيه في القطعة؟ وقول لنا أمثلة طبعا يا أستاذ عصام. أولا مثلا لو فاز سيف، ببص للعلامه اللي عليه. سيرف دي اللي هي معناها ايه؟ سيف فاز بورسلان. بورسلان وعليه حتت من البرونز. تمام. فبنسميه سيف. كل سنه من السنوات القديمه ده من الثمانينات، من القرن ال 18 يعني، مش من الثمانينات، القرن ال 18، العلامه بتاعته بتبين العصر اللي صنعت فيه هذه القطعه. كل فتره من الفترات عملوا علامة للسيفر، علامة جديدة عن العلامة القديمة بتبين ان هو عصر متقدم عن بدايته. العلامة دي بتبقى زي مثلا الدمغة اللي موجودة في الذهب؟ زي الدمغة اللي في الذهب، بس هي رسمة معينة كده، في سيفين، سيف وعصا متقطعتين مثلا، سيفين متقطعتين، في علامة تانية حرف اس مختلف، في حركة ملوية كده يعني، كده اللي هو الى ما لا نهاية. زي كده يعني. فعشان كده بنعرفها ان دي اتعملت في العصر
في تقليد وفي ضرب، بس احنا عشان خاطر شفنا الحاجات القديمة بجد وشفنا الديتيلز فيها باين ازاي، لان المكن والتكنولوجيا بيصنع الحاجات دي بس مش زي الهاند ميد ابدا، مش زي الصناعة يعني اليدوية. كل ما له قيمة هو صناعة يدوية. طبعا طبعا، لان المكنة اصنع لك 300 قطعة في ظرف دوسة زرار، لكن لما انا اجي كنحات بيعمل فازة، بيعمل الرسمة اللي عليها بيرسمها هو بايده وبيكتب اسمه عليها، لباج لفلان اي واحد من الناس اللي فنان اللي عمل القطعه بتصنعها دي، وبعد ما بيرسم المينياتير اللي عليها بتخش الفرنه وتطلع ما بتتغيرش لا شكلها ولا لونها ولا اي حاجه فيها. احنا خدنا مثال على الفازة، ايه كمان من القطع اللي بيكون ليها قيمة كبيرة ممكن نقول بيبقى ليها مكان في المزادات العالمية وبتتقدر بشكل كبير؟ حاجات كتير جدا، ما انا قلت لك زي الجاليه مثلا. ايه الجاليه؟ هو احنا معلش هنشرح كتير النهارده، بس احنا جايين يعني نعمل محو لاميتنا في الانتيكات. نقول كريستال. كريستال بس هم كانوا اتنين اللي كانوا بيمضوا عليهم، الأب كان اسمه جالي وبعد كده جالي، واللي بعديه ريني جالي ابنه، بعد كده ما حدش عمل جالي، اتعمل جالي تاني بقى في بلاد تانية بتكتب عليه جالي بس مش هو الجالي الأصلي، اللي عمله جالي وريني جالي بعديه. يعني دول أول من صنعوا الكريستالات؟ الكريستال لأ، الجالي، الكريستال كل دول العالم بتصنع كريستال، بس أرقى أنواع الكريستال في العالم في بلد في فرنسا اسمه البكرة وبعديها البوهيمي. دول أرقى أنواع كريستال في العالم كله. بعد كده مصر بتصنع كريستال، تركيا بتصنع كريستال، الصين بتصنع كريستال. ما هو الكريستال جاي من الرملة، نوعية الرملة هي أرقى حاجة في بكرة في فرنسا وبعد كده الكريستال البوهيمي. تمام. الجالي أو الريني قلنا جالي؟ جالي اللي هو مضى عليها الأب، اللي هو الأب. حضرتك بتنظر ليها بتعرف منين إن القطعة دي هي جالي أو لأ؟ ما هي خبره فين بقى؟ ما هي عينيا طبعا اول ما بشوفها بعرف ان حته قديمه قديمه وجاليه اصلي. في جاليه مضروب يعني جاليه اتصنع، يعني في خدوش مثلا ده يقول لا القطعه دي مش اصليه. لا 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 خدوش ولا إيه؟ لا ده الخدوش اتكسرت. ده كريستال. اوكي. ما ينفعش اي خدوش فيها خلاص، لكن هي بتبقى صناعه قديمه باين عليها انها جاليه قديم. العملات وفكرة التجارة اللي احنا يمكن شايفينها دلوقتي، احنا عارفين ان كل ما له قيمة بيبقى فيه مزادات من قديم الأزل بنسمع عنها ومزادات يمكن عالمية كمان، لكن مع ظهور السوشيال ميديا ومواقع على الانترنت بقى فيه مساحة جديدة لبيع القطع. عايزين نتكلم على هذه التجارة، هل بدأ يبقى فيه زي ما تخليها ان هي تبقى تجارة وهمية ويتم التلاعب فيها بالناس ويتم خداعهم عن طريقها؟ هو مش اي حد يعني، هي ناس معدوده، ناس قليله جدا جدا اللي هي بتحدد قيمه مثلا القرش القديم، المليم القديم، القرش اللي اتعمل في عصر السلطان فلاني او في الملك فاروق، الشلن في ايام الملك فاروق. ناس قليله جدا جدا اللي بتفهم في الحته دي وبتحط لها اسعار. كل اللي بيعرض على السوشيال ميديا ده هو بيعرض لعل وعسى. يعني جت في يوم من الايام جريده من الجرائد الرسميه في مصر قالت لك الشلن يساوي 15,000 جنيه. صحيح. بوظت الدنيا كلها. قلب الدنيا الخبر ده فعلا. قلب الدنيا كلها، كل واحد بقى يدور في بيته عنده ولا تساوي 15,000 جنيه ولا تساوي حاجه خالص. خالص. القيمه في العمله اللي هي ايام الملك فاروق وقبليه. بعد كده كلها ما بتسويش يعني بالارقام الكبيره، زي مثلا الجنيه اللي عليه الجمل، الجنيه اللي عليه الجملين. هو ناقص واحد بس بيدوروا عليه في العالم كله لغايه دلوقتي. بقى معروف عند مين اللي اتحط عنده يعني في تتبع للعملات دي موجوده فين؟ طبعا طبعا طبعا. لدرجه ان احنا عارفين ان في واحد ناقص وبندور واحد عليه. واحد ناقص قصص كبيره كلها ملهاش اي قيمه في اي تعامل في، لكن طبعا في ناس بتشتغل فيها كويس قوي، فاهمة قيمتها ما بتزيدش عنها، لكن كل واحد صاحب قطعة عنده في البيت هو مش عارف تمنها يبدأ يعرضها ويقول عايز فيها 100,000 جنيه وهو مش فاهم فيها حاجة، لكن مش خبير، مش خبير، مش قادر يميز أهمية. عشان كده ما عدناش عارفين مين اللي بيبيع ومين اللي بيشتري، مين الصح مين الغلط.
طب حضرتك ليه قلت ان العملات اللي هي من اول ملك فاروق وما قبله هما اللي ليهم قيمه اللي عشان بعد مش كده متواجده وكان عددها قليل. يعني الجنيه كان النهارده ال100 جنيه في كم 100 جنيه في مصر. لكن الجنيه القديم الاخضر ده اللي يعني قليل وكان برضك مصر كان ناس فيها يعني مش كلهم اللي معاهم الحاجات دي اللي بيحافظوا عليها وبيعينوها وبتتوارث بين اولادهم يعرفوا يتعاملوا بيها دلوقتي. في التعليقات كان جالنا ناس كاتبه ان هم لسه محتفظين بالعملات طبعا اللي هي على ايامنا احنا اللي بدات تبقى مختفيه الشيلن والباريزه موجوده بكميات كبيره جدا فده مجرد ذكريات ولا ذكريات طيب الجرامافون مثلا في حد كتب لنا ان هو محتفظ بهذه القطعه هل ده يعتبر انتيك؟ طبعا انتيكس الجرامافون القديم اللي هو مواصفاته ايه؟ اللي هو القعده بتاعته وطالع منه البوق الكبير لان في اتقلد منه كتير جدا جدا في ماليزيا في الصين واتقلد منه ونزل لان عليه طلب. هو صناعته الاصليه كانت فين؟ في انجليز انجلترا. انجلترا صناعه فيه كان في انجلترا وفي فرنسا بس اكتر في انجلترا الجرامافونات دي زي الراديو. زي الراديو برضه ما هو مطلوب لغايه النهارده الناس بتدور على الراديو القديم اللي شغال. هنا ثقافة ان انا عندي حتة قديمة احافظ عليها ازاي ما ارميهاش لغاية ما تبوظ ازاي احافظ عليها دي بتديها قيمة. معايا بس طول ما انا بحافظ على القطعة القديمة اللي هي عندي وانا متورثها من اجداد اجدادي احافظ عليها. لكن النهاردة الشباب كله مش يعني قلما تجدي حد بيدور ان جده كان عنده راديو يحافظ عليه. ايه يا عم الحاجة دي ما هو مش هيسمعه. نحافظ على طيب القطع القديمة اللي موجودة في بيوتنا أو بيوت أجدادنا إزاي؟ تحافظ عليها أنها تتعان في مكان ما توصلوش لإيد الأطفال ما توصلوش إيد حد يلعب فيها في أي وقت هو ده المحافظة عليها. لكن أوقات مثلا بعض الراديو مثلا أو الجرامافون بيبقى فيه حاجة في الماكينات نفسها ممكن تبوظ فما لا يشتغلش. لا بتتصلح. ممكن يتصلح في ناس بتتصلح بس ده مش هيقلل من قيمته؟ لا مش هيقلل من قيمته ولا حاجة لأن هو أدام طول الاسطوانة بتلف والإبرة نازلة عليها وبتشتغل تمام خلاص. بس ممكن تشتغل وبيجي لي لغاية النهاردة جرامافونات يعني أنا عندي صالة في مدينة ناصر ميدان الساعة اسمها صالة تيوليب انا هتلاقي عندي جرامافون واثنين وثلاثه جاي من بيوت وقصور وفلل بيستغنوا عنها عايزين يبيعوها فهيودوها فين؟ اسعارهم ايه يا استاذ عصام؟ ما بتتعداش ال 2000 2200 2500 ما هو الطلب عليها مش كتير برضه ما هو الطلب عليها مش كتير. مين اللي ممكن يكون بيقبل على شراء الانتيكات في مصر؟ والله انا بأفاجئ ان في لسه شباب صغير بيحبوا يقتنوا الحاجات دي بأفاجئ لان انا خلاص ما بشوفش شباب صغيره بيحبوا لا الانتيكس ولا عايزين الحاجات دي خالص لكن فعلا بلاقي الايام دي شباب صغير بيجي يسالوا على الجرامافون القديم ويجي يسالوا على المكوى القديمه ويسالوا على بابور الجاز القديم ويجي يسالوا على حاجه عارف المكوى كانت بالفحم زمان مش المكوى الحديد الحديد اللي هي بالفحم والحاجات دي عندي برضو يعني بتبقى موجوده فبيجي يسالوا عليها وبيشتروها وبيقتنوها وبيحطوها عندهم زي ما كانت الخياطه فجأة لقيت الناس كلها بتدور على مكنة الخياطة بس عرفت ان لها مغنى تاني ان دكاترة النفسيين بيقولوا لهم ان لما تحط رجليها عليها ممكن تهدي من علاج نفسي علاج نفسي فبدأوا يدوروا عليها عشان يحطوها مع ان ممكن يشيلوا الخشبة خالص ما بيشتغلوش عليها يشيل الخشبة خالص بيبقى لونها اسود وعليها رسومات معينة دي صح؟ لا قصدك على راس المكنة نفسها لا المكنة الخياطة اللي هي اللي بتهز برجلين من تحت لكن المكنة ديت هي كديكوريشن مش اكتر ولا اقل بيحطوا مكانها رخامه وبتتحط في المطبخ بتعمل ديكور حلو قوي في المطبخ. من منطلق يعني التزين او الزينه بالبيت. بس ما هو وقت كده يعني هو ما بياخد مني المكوى ولا الجرامافون هو بيشغله. هو عشان يشغله لازم يملاه كل شويه. فما حدش عنده طقطان اصلا ان هو عايز يملى ده هو عايزه في ثانيه بيدوس على الموبايل عنده بيسمع الاغنيه اللي هو عايزها لكن الجرامافون بيبقى عايز استعمال بتاع زمان استعمال يعني يقف ويملى الاسطوانه كويس ويحط الابره على اول الاسطوانه ويقعد يستمع مين عنده
مين عنده وقت لكده؟ بس طب ايه اغلى القطع اللي حضرتك يمكن مرت عليك، مش فقط في المحل الخاص بيك او في البازار الخاص بحضرتك، على مدار حياتك كلها وكل البيوت والاماكن اللي دخلتها؟ انا دخلت بيوت مصر كلها، فنانين واكتر من الفنانين واكتر من الفنانين، يعني ناس عظيمه في مصر عندهم حاجات. احنا كنا اغنياء قوي، احنا كنا اغنياء قوي قوي، وعندنا حاجات من فرنسا. يعني مثلا احكي لك ان انا كنت لسه واخد حاجه من بيت حد، فوجئت انها بومبونير سيفر، بومبونير سيفر، وبتقول فيها ورقه مكتوبه فيها بتقول لهم انا دي كانت البومبونيره اللي بوزعها في خطوبتي. يعني حوالي من 90 سنه كانت فرنسا بتعمل لنا البومبونيره السيفر اللي بتيجي عشان توزعيها في الخطوبه او في الافراح، في الافراح على الناس. لما تعمل له مثلا 300 بومبونيره او 400 بومبونيره من 90 سنه، احنا كنا اغنياء قوي قوي. فكانت فرنسا بتشتغل لنا، بتبعت لنا البومبونيرات السيفر دي عشان خاطر نوزعها هدايا في قلب الافراح. طيب ايه تاني تعتبر من القطع الثمينه جدا في العصر الحالي؟ يعني ايه؟ يعني الاغلى اسعار دلوقتي ممكن نشوفها في المزادات. مفيش حاجه في الدنيا بتساوي صفر، كل حاجه بتساوي رقم. لكن لما بتكون حته قديمه قوي بتبقى تستاهل. يعني في بايوهات، بايو كومود مطعم بالبرونز بيساوي فلوس كتيره جدا، بيكون قديم فرنساوي. يعني مبالغ توصل لكام؟ لا النهارده يعني يوصلوا 150,000 160,000 ربع مليون. هنا بقى السؤال، ليه الارقام الكبيره دي ممكن نشوفها عشان مش موجود في قطعه خشبيه؟ مش موجود زيه تاني، مش موجود نوع الخشب. مش موجود البرونز الماسيف اللي اتحط عليه، الرخامه اللي اتحطت فوقه مش موجود، ما تعرفيش تجيبي زيها. وكل ده هاند ميد، كله ما تدخلش فيه المكن نهائي، كله صناعة يدوية من A to Z. عشان كده بيبقى غالي جدا حاجات كتيرة قوي، زي الطبلوهات مثلا. احنا فندم، احنا في صالة المزادات عندي كل حتة ليها قصة وليها حكاية، وبابا اشتراها من عند فلان، وبابا جابها معاه من فرنسا ايام ما كان شغال، وبابا جاب من انجلترا، وبابا جاب من ايطاليا وسابها لبابا. فكل حتة ليها قيمة، بس مين يحافظ عليها؟ ما هي دي التوارث ده، مين يحافظ عليه؟ النهارده مش لا عايزين المودرن، مع ان المودرن والله ملوه قيمه تسويقيه بعد كده. يمكن ارخص يا استاذ عصام في ارخص في ظل الاوقات اللي احنا فيها. حتى لو ارخص، ارخص لا مش ارخص ولا حاجه. لا 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 لا، بس ملوش قيمه تسويقيه بعديها. طيب لما نتكلم على القطع القديمه، اكيد الموضوع ملهوش علاقه فقط بالاساس، لكن في كمان ممكن شغل اليدوي اللي هو السجاد مثلا. اليدوي طبعا السجاد، بنشوف فعلا ارقام كبيره قوي للسجاد اليدوي، وحتى اللي مازال بيصنع حتى وقتنا هذا كمان بيبقى تقديره بارقام كبيره. ليه دايما بنشوف الارقام دي مثلا على السجاد لحد وقتنا هذا مستمر الموضوع؟ السجاد القديم طبعا هو متعارف عليه عالميا ان ارقى سجاد عالميا هو السجاد الايراني. لكن انا بقول لك انا شفت بعينيا سجاد من انتاج المحله قديم والله يضاهي السجاد الايراني. ارتفاع اسعار السجاد الايراني بسبب الخامات؟ اقول لك ليه، لان هم بيجيبوا الصبغه بتاعتهم بتبقى اصليه من الزهور نفسها، فبتبقى غاليه، عشان كده بيخلي السجاده غاليه. لو احنا هنا عملناها تاني وعملنا انتاج تاني في مصانع المحله، وعملنا من الانتاج الزهور مش الكيميكلز، الزهور نفسها الطبيعيه اللي هو ما هي الزهره دي هي اللون اللي بيلون السجاده. ايوه بيلون الصوف اللي بيشتغل منه السجاده على النول، وده هاند ميد. اعتقد لسه الكلام ده موجود مثلا في مركز ويسا واصف. السيدات هناك بيروحوا يعملوا السجاد بايديهم وبيزرعوا النباتات اللي تديهم الالوان. بس السجاد بثمنها قد ايه؟ غير السجاد اللي بيتعمل مكن، ده بيسافر في معارض بره كمان. غير السجاد اللي بيتعمل مكن، 30 سجاده تدوسي على الزرار تطلع لك 30 سجاده، هل دي زي دي؟ لا طبعا. فعشان كده السجاد بيبقى غالي، لانه بياخد وقت طويل في الصناعه.
بياخد خامات، بياخد حاجات طبيعية. يجي لما تيجي بعد كده السجادة لو حاولت انك انت تنظفيها او تغسليها اللون بتاعها ما يغيرش، ما يبقاش فيه تقالب على الالوان، تبقى كل السجادة زي ما هي بالظبط. طيب لو هنتكلم على مستوى العالم، مين اكتر الدول الغنية بالانتيكات؟ فرنسا. فرنسا، فرنسا تلاقي فيها، هي بلد الانتيكات، بلد البرونز ماسيف، بلد الخشب. هناك بيخلوا لما بيقطعوا الخشب الأشجار بتاعتهم ما بيصنعهاش تاني يوم، بيسيبها تاخد راحتها خالص خالص. فالخشب ده زي البني آدم بالظبط بيتنفس، لما بتقطعه لازم يسيبه ياخد راحته خالص لغاية لما يبدأ يصنع. وعشان كده لما يجي يصنع تلاقي الحاجة الفرنساوية قد إيه خفيفة. بيفرق في ان الخشب يفضل فتره وبعد كده نبدا نستخدمه، التصنيع بتاعه بيبقى تصنيع سليم، سليم ما يعملش، لما تيجي يعمل صالون كنبه واتنين فوتيه ما تلاقيش اي تشققات في الجنب، في التوصيلات بين الصالون مع بعضها، تلاقي كله ما يحصلوش تمدد نهائي تاني، خد الوضع الطبيعي بتاع قطعه الخشب اللي ما تتاثرش ابدا. طب وفرنسا ما زالت بتصنع بنفس التقنيه لحد وقتنا هذا؟ مع تطور يعني التكنولوجي اللي حاصل والمصانع والكلام ده كله؟ في لغايه النهارده هي تعتبر بلد الجمال في العالم فرنسا. مين تاني غير فرنسا؟ ايطاليا. ايطاليا، ايطاليا كلهم دول اوروبيه؟ بس احنا كنا عندنا كان شغل الارابيسك. ايوه، كنا ما كانش حد يعرف يعمل شغل الارابيسك، مش الشغل الشامي، شغل الارابيسك، الصدف والارابيسك. جت فيه تمثيلية بتاعت حسن أرابيسك، دي شغل مهم جدا جدا، بس ما عادش حد بيحبه، مش متداول، مش مطلوب، مع انه القديم بتاعه لما يكون حد عايزه بيدور عليه بيلاقيه بأرقام غالية جدا. لأن الجديد كله مكن، الجديد كله مكن، لكن مكن. الصناعة اليدوية هي اللي طبعا طبعا. المشربية والرف والفتيهات والكنبة نفسها كان بيبقى مكتوب عليها الكلمات بالآيات القرآنية، فعشان كده بيبقى كشغل هاند ميد عالي جدا جدا في الجودة بتاعته. الصدف نفسه بيبقى ملزوق حتة حتة، النهاردة بيعمل شريط صدف ويحطه على القطعة بتاعت الكنبة أو الكرسي، فمش بنفس الجودة، مش بنفس الجودة بتاعت الصدفة القديمة. طيب نتكلم على المزادات، يمكن ده العالم اللي بيقدر القطع بشكل مختلف، اللي كمان بيروح له الهاويين واللي هم دايما بيحاولوا يقتنصوا الفرص للحصول على القطع الثمينة. القطع الثمينة، عايزين نتكلم على تاريخ المزادات، امتى بدأ يبقى فيه مزادات في العالم، وكانت البداية بقطع ايه؟ خلي بالك ان تاريخ المزادات ده دي من اقدم مهنة، أقدم مهنة، بس كان زمان المزادات على الجواري والعبيد. لكن لما نيجي نتكلم على مصر، كان في مزادات في مصر بس ما انتشرتش إلا بعد حرب 67. يعني بعد حرب 67 كان لازم اليهود يمشوا من مصر. فعشان يمشوا من مصر فأسرع حاجة إنه يبيع مقتنيات بتاعته أو بيته إنه ينزلها صالة مزادات، بياخد فلوسها ويمشي. فانتشرت المزادات في الوقت ده. انتشرت المزادات في مصر من سنه 67. هل كانوا اليهود من اكثر المقتنين؟ لكن القانون يعني بتاع المزادات بقى اللي حط شروط ازاي يكون طريقه المزاد والبيع، ومين اللي هو لازم يكون اللي هو الخبير المتمن اللي هو يكون بيدير جلسه المزاد، ده قانون 100 سنه 70. 1970 بدأت فيها، بدأ 57 قانون 100 سنة 57 قبل 67، يعني بعشر سنين. طبعا قانون 100 سنة 57. قانون المزادات 157 كان انتشاره بعد 67. الناس الأكثر اللي كانوا بيقتنوا القطع الثمينة مثلا في الفترة دي، يعني حضرتك قلت مع خروج اليهود من مصر زادت المزادات، هل كانوا بيقتنوا كميات كبيرة من القطع الثمينة؟ لا، أنا بتكلم على إن إزاي انتشرت صلاة المزادات في مصر. فبدأت تبقى عندها كم هائل من القطع اللي جايه من بيوت الناس اللي هيسيبوا مصر ويمشوا. فبدات في رؤى للناس المصريين ان هو ممكن يروح يشتري كرسي بجنيه، كنبه ب2 جنيه من المزاد.
فبدأت الناس تجري على المزادات. طيب إيه قوانين المزاد وفقا للقانون المصري اللي هو كان في سنة 57؟ قانون إن إزاي تكون صالة مزادات. الأول في حطوا لها شروط كتيرة قوي، منها أنها تكون المساحة بتاعتها لا تقل عن 100 متر، لازم تكون فيها الإجراءات الحماية المدنية، أن يكون مفيش حاجة يحصل لها أي ضرر في المزاد، أن يكون صاحب الصالة مصري الجنسية، أنه ما يكونش عليه أي عقوبات ولا عليه حصل له أي إفلاس، ولا يعني يكون الفش والتشبيه والحاجات اللي بيقولوا عليها دي كلها كاملة، ويدير المزاد خبير متمن. بس طيب مع تطور العصور دلوقتي ووجود الانترنت، هل اختفت بقى صالات المزادات وبقت كلها على الانترنت؟ الى حد ما. الى حد اختفت الى حد ما. الى حد ما، لان كل واحد عنده حاجه بيعرضها، بس برضو مش زي صاله المزاد. يعني الناس اللي بتثق في يعني، لان لو انت عندك حته في بيتك بتعرضيها للبيع خلاص، ما هو انا شفتها على الصوره عايز اجي اشوفها على الانترنت، لكن مش على الطبيعه. عايز اشوفها على الطبيعه. ممكن اختلاف كلي وجزئي، الطبيعه حاجه والانترنت حاجه. لما كان بيجي عندي في الصاله بيبقى عامل معاينه، انا بعمل 3 ايام معاينه انه يجي اللي عايز يشتريها بيشوفها. لو عنده، لو عندي مثلا 10 طبلهات، هو في مكان في الحيطه عنده متر في متر و20، فعايز طابلوه متر في متر و20، فيروح يقيس لغايه لما يقول الطابلوه ده هو اللي ينفع للمكان ده، فبيجي يعمل معاينه يوم واثنين وثلاثه لغايه ما يحضر المزاد. لو هسال حضرتك كمان عشرات السنين، هل هيبقى لسه عندنا قطع ثمينه ولا هتختفي، لان احنا دلوقتي بقت كل حاجه تقريبا مصنعه بالالات؟ لا اكيد هتبقى في قطع ثمينه. ده علشان القطع القديمه ممكن يكون لسه عايشه معانا، ولا علشان لسه عايشه معانا؟ لكن مش الحاجات الموجوده دلوقتي. بدات الناس تفهم يعني ايه عندها قطعه قديمه، يعني ايه قطعه. برضو الانترنت وده هو اللي ساعد الناس انها تفهم، بقى عارف ان دي عنده حته قيمه احافظ عليها ما ارميهاش. يعني في ناس بتيجي عند الصاله، ايه ده بكم بكذا ده، طب ازاي ده، انا كنت والله ده انا شحت دي، ده انا رميت دي، ده انا ما كنتش اعرفها. ده فبدأوا يعرفوا يعني إيه قطعة قديمة، مش أثرية، خلي بالك قطعة قديمة. فرق في بين إيه الفرق ما بينهم؟ لا الآثار دي معروفة قانون، هم 5: الفرعونيك والإبتي والإسلامي وكل ما زاد عليه 100 سنة. ده دي الحاجات الأثرية اللي ما بنشتغلش فيها. لكن الأنتيكس، الحاجات الفرنساوي الإيطالي الهندي، الحاجات اللي هي الاندوشين المصري، ادم مش اثريه خلاص. طيب عايزه اكلم حضرتك على القطع اللي كنت حريص تقتنيها وتكون موجوده في الصاله الخاصه بحضرتك. ازاي جمعت المجموعه وايه ابرز هذه القطع؟ هو مش من حقي ان انا لا، ما يسمحش لي ان انا اكون صاحب قطعه في قلب الصالة إن أنا أبيعها لحسابي. لازم تكون بتاعة حد تاني هو جايبها لي الصالة عشان أعرضها له. فطبعا هو من مصلحته إنه يبيعها عشان ياخد فلوسها، وأنا من مصلحتي إن أنا أبيعها لحد تاني عشان أجيب فلوسها وأديها له ويبقى هو مبسوط. ما هو عايز، هو نزلها من بيته ليه؟ لإما محتاج فلوس، لإما عنده زيادة، لإما عنده. يعني هقول لحضرتك حاجة، أب كان عنده فيلا كبيرة ومجوز ولاده وتوفاه الله، ولاده مش عايزين الحاجات دي، ما عندهم في بيتهم ما يكفيهم، بياخدوا منها اللي هم عايزينه والباقي بيعرضوه للبيع. حضرتك بتختار طيب مواصفات معينة للقطعة، يعني لو هي قطعة لها قيمة، لكن أي قطعة لها قيمة حضرتك بتخليها تبقى تعرض عندك، ولا حاطط كده مواصفات معينة؟ لا لا لا، ما بزعلش حد. أي حد عايز يعرض عندي أي حاجة ما بقولوش لا. الحمد لله المساحة كبيرة، وبيو طابلو نجفة سجادة فازات من أي شكل ونوع، لأن ما يحلو لي يحلو لي، وما يحلو لك يحلو لك. اللي في حتة أنا ممكن أحببها بس مش عايزها، وفي حد تاني هو حبيبها وعايزها تبقى في بيته. طيب هل سبق حضرتك يا أستاذ عصام كنت بتدير مزاد، بما أن حضرتك خبير مسمن؟ طبعا بدير من زمان. ما زال لحد دلوقتي في لغايه النهارده اداره المزادات. كانت ايه ابرز طيب ذكريات حضرتك مع المزادات، موقف لا يمكن تنساه؟ يعني
وبصي هو كل مزاد له له قصته وله حياته وله حاجته. يعني مثلا بدون ذكر اسامي بس يعني هو اكيد فنانه مثلا عايزه تبيع حاجتها بروح اجيب الحاجات من عندها من البيت وانزلها في الصاله عندي ببيعها لها. في ناس وناس رجال اعمال كمان في ناس بتوافق انها اقول اسمها وفي ناس ما بتوافقش ان انا اقول اسمها. فمش من حقي ان انا اذكر الاسم بتاع اللي ما وافقش على ذكر اسمه. لكن طبعا الناس اللي بتقول بتوافق ان انا اجيب اسم اذكر اسمها دي بتوافق عشان القطعه تجيب سعر عالي. بس فممكن اسم مالك القطعه يروج ليها بشكل طبعًا كبير. طبعا طبعا انت مش شايفه حضرتك حاجات ام كلثوم اتباعت بكام؟ المنديل، النضاره، حاجات عبد الحليم حافظ. الفنانين بقى العظماء بتوع بره الفنانين الكبار قوي يعني دولت حاجتهم بأرقام عالية جدا جدا جدا. يمكن شفنا يعني مثلا عروض خاصة بأزياء الملوك والعيلة المالكة، الملكة إليزابيث يمكن آخر الراحلين من العيلة المالكة في بريطانيا. فإحنا شايفين بالفعل بنشوف الكلام ده بره كتير قوي، لكن في مصر شوية الموضوع قليل قليل مش كتير زي بره. هو هنا برضو هي الثقافة، بمعنى هنا ما يحبش حد يقول لك انا ببيع حاجتي في المزاد يقول لك ده فلس. لا طبعا ما فلسش ولا حاجه معايا يا فندم مع حضرتك. يعني هنا حته الثقافه بس لما ثم يعني يرتقي العقل شويه ويعلى يقول لك مستغنى عن الحته دي، مستغنى عن الفازه دي، مستغنى عن الصالون ده باسم فلان الفلاني، ما هو بيبيعها ما هيجيبوا حاجه تانية بدلها. هو ما فلش. فعشان كده حته مزاد في مصر هنا مربوطه بالافلاس زي الافلام بالظبط. هيبيع حاجته في المزاد خلاص يبقى فلس. لا دلوقتي لا خالص خالص. انا في الايام اللي فاتت دي مثلا من 10 سنين كان في ناس بتغير العفش بتاع بيتها كل سنه كل سنتين، بتغير العفش كله انتيكس، مش عايزه القطعه دي خلاص بقت قدام عينيها مده كبيره، بتحتفظ باللي بتحتفظ بيه وبقيه الحاجات بتبيعها. حضرتك دلوقتي بتقول ان مفيش تقييم للقطعه، مفيش تقدير ليها، وان حتى في شباب ممكن يكونوا بيشتروا قطعه او اتنين علشان حابين تكون في البيت، لكن بشكل كبير الكل بيروح للمودرن وللحاجات الحديثه. ازاي تتحقق يعني هذه المعادله؟ يعني مثلا دلوقتي الاوضاع مختلفه، الظروف المعيشيه مختلفه، والعوامل الاقتصاديه مختلفه، فازاي نقدر ان احنا القطعه دي تجذبنا وفي نفس الوقت نواكب الحياه؟ يعني اولا الظروف الاقتصاديه بتاعتنا دي ان شاء الله مش هتستمر كتير، هنعدي منها وهنطلع منها ان شاء الله، وهتبقى برضو هتبتجري الحياه تاني، وهتلاقي في شباب طالع بيدور على الحاجات الانتيكس القديمه وبيدور على المصنوعات الهاند ميد تاني، وهيحبوا الحاجات دي وهيرتقي بيها لانه هيشوف ناس كتيره بتحبها وناس كتيره عايزاها في بيتها. اي نعم هي، وخلي بال حضرتك برضو يعني القيمه بتاعتها في مصر هنا مش القيمه بتاعتها الاساسيه الحقيقيه، يعني الفازات والحاجات اللي هي القديمه دي مش القيمه بتاعتها الحقيقيه والله خالص. القيمه الحقيقيتها اكبر بكتير، اكتر بكتير ما بتتباع في المزاد عندي. القيمه بتاعتها اكبر بكتير جدا بس علشان سوقها في مصر مختلف. هو ده هو ده. يعني لما بيكون قطعه ومية عايزينها تقدر تجيب قيمه ولا لا؟ لكن لما تكون قطعة يعني واحد بس اللي عايزها هو اللي بيحدد ثمنها، مش الخبير بقى اللي بيحدد ثمنها. هو انا مش هدفع فيها كذا، وافقت وافقت، ما وافقتش ما وافقتش. طيب ختاما لو هنجيب على سؤال لماذا اقتني قطعه انتيك، ايه الاسباب اللي تخليني اقتني هذه القطعه؟ اولا هقول لحضرتك حاجه، ممكن قدامي وقت مع حضرتك. احنا بيجوا الاجانب في مصر هنا وهو ماشي من الهرم بيشتري ايه؟ سوفونير، حته من ابو الهول. حته انت عندك حته ابو الهول في بيتك؟ انا مش عندي، لان هي عندنا هم ما عندهمش، كويس كده؟ فعشان كده بيختاروها عندهم عشان يقول لابنه انا كنت في مصر بلد الفراعنه وعندي القطعه دي. لكن احنا هنا عشان الاهرامات جنبينا وعندنا الاثار ماليه كل مكان، فيعني يا ريت نهتم بالاثار بتاعتنا الاول وبعد كده نجمع الانتيكات. دي توصية حضرتك إذن؟ يا ريت يا ريت طبعا.
احنا بنشكرك جدا على توضيح لنا هذه الزاويه اللي ممكن ناس كتير ما كانتش تعرف معلومات عنها، وازاي في قطع فعلا ليها قيمه مختلفه، وبنقيس على اي اساس ان القطعه دي هي انتيك ولا لا. شرفتنا نورتنا يا استاذ عصام. شكرا لذوقك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام العشري الخبير المثمن على هذه الفقره مع حضرتك، شرفتنا ونورتنا بشكل كبير. شكرا لذوقك. مشاهدينا بشكر حضراتكم لمتابعتكم لينا لحلقة النهاردة، وبكرة لقائنا بيتجدد معاكم الساعة 9 مساء. تصبحوا على ألف خير.